الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. أهلا بيكم. من الأمراض اللي نقدر نقول إن ليها شعبية كبيرة جدا نظرا لأنها مرض يغير مورفولوجي الإنسان، يغير شكله، هو طبعا اختلالات الغدة الدرقية. وعلى فكرة هي مظلومة جدا في التشخيص، ناس كتير قوي بيعانوا من الغدة الدرقية وخصوصا في حالة الهايبو النقص ولا يعلمون ويقعدوا فترة. من أشهر المشاهير اللي أصيبوا بالغدة الدرقية كلكم عارفين طبعا السيدة أم كلثوم. يعني السيدة أم كلثوم كان عندها غدة درقية نشطة وسببت جحوظ في العين، وكانت بتلبس النظارة الشهيرة الخاصة بيها، وقيل لها لازم جراحة في وقت من الأوقات. لكن كان في الوقت ده في الستينات كان في تخوف كبير جدا من إصابة ما يسمى بالليفت ريكرنت لارينجيال نيرف، اللي هو عصب الحنجرة اللي قريب جدا من الغدة أثناء التعامل معها جراحية. وما زال على فكرة هذا التخوف موجود مع التعاملات الجراحية معها، فده خلاها تتردد بشكل كبير و رفضت انها تجري جراحه ولا جت الاساليب علاجيه اخرى. كان كمان من شان تركها للحاله انها تتمدد او تزيد يعني جحوظ العين اللي اكيد كل الناس عارفينه عن سيده الغناء العربي السيده ام كلثوم. الفنان احمد زاهر كان من ضمن ضحايا الغده الدرقيه، وكلكم لاحظتوا انه في وقت من الاوقات وزنه كان زياده وبعد رجع بعد ما تعالج وزنه بدا يقل. رونالدو الظاهره فينومينا البرازيلي ايضا كان ما زال من ضحايا الغده الدرقيه. يعني رونالدو الزياده اللي في وزنه اللي بدات تظهر عليه في السنين الاخاره بسبب الغده الدرقيه. كتير بقى من المرضى يتخوف من الجراحه، نقول لهم الحاله محتاجه جراحه بظروف معينه بسيتويشن معين، مش عايز ادخلكم في تفاصيلها لانه القصه في الغده الدرقيه قصه خلل هرموني وقصه خلل في الشكل. ده حاجة وده حاجة، ده له أدوية وده له تدخلات. فناس كتير بترفض تجري الجراحة، تقول لك لا يا عم هيفتحوا لي رقبتي، لا يابا مش عارف إيه. صحيح في تطورات في الجراحة، لكن دخلت الأشعة التداخلية لكي تكون مساعد كبير جدا وقوة عظمى في التعامل مع مشاكل الغدة الدرقية. تعالوا نفهم هذا المضمون وأيضا نفهم ما يشاع وما يقال حول هذا المضمون العلمي الهام جدا، لكن أكيد هنبقى سعداء لما يكون ضيفي العزيز ورائد هذا المجال، ضيفي هو القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية، الأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية والجمعية الأوروبية والأمريكية للأشعة التداخلية، وعضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. منور يا استاذ. اهلا 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 دكتور ايمن، ربنا يخليك. الموضوع ده موضوع شعبي له شعبيه، مش شعبي طبعاً. يعني لا يعني بوبولار يعني ست ام كلثوم، احمد زاهر، نسيت واحد مهم جدا 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 جدا، اكتر لعيب كوره بحبه في مصر، محمد بركات. محمد بركات كان بيلعب وهو شايل جزء من الغده، يعني ابداع محمد بركات ده كله وهو كان بيشتغل بربع كبيره جدا. طبعا يعني طبعا نسبه كبيره جدا، يعني قوته ثلاث ارباعها كان يعني من هنا جاي يمكن الاسم اجمل من لعب كره القدم في مصر طبعاً في من اول سنه 2000 بقى لغايه 2000 في الفتره دي طبعاً. من 2000 لغايه 2011 لا خلاف لا خلاف او 12 بقى حاجه. الغده الدرقيه مرض شائع، عشان كده من هنا جه التعبير الدارج عنده الغده، حتى ما يقولش الغده ايه، على طول ضمنا بيبقى مفهوم ان دي الغده الدرقيه، فده من شيوع هذا المرض اللي هو تضخم الغده الدرقيه. الحقيقه الاشعه التداخليه، احنا لو قبل ما نستطرد، الاشعه التداخليه قدمت التقنيه الاحدث في العشر سنين الاخيره لعلاج هذا المرض الشائع، وعملت زي يمكن قلنا قبل كده دكتور ايمن ان كانت علاج الاشعه الغده الدرقيه، تضخمات الغده الدرقيه بالاشعه التداخليه بمثابه انقاذ لكتير جدا جدا من الغدد الدرقيه التي اهدمت وازيلت، وكان في حل تاني بديل اللي هو اللي قدمته الاشعه التداخليه. الاشعه التداخليه الحقيقه قلصت عدد المرضى اللي محتاجين لجراحه الى نسبه اقل بكتير، وعافت كتير جدا جدا من جراحات
كان ممكن ما تجراش، ما كانش ليها لازمة في بعض الأحيان زي ما نشوف. أنا هتقمص الجزء الثاني أبو العريف، بس أبو العريف الغدة الدرقية، وده طبعا أكثر. هو يمكن برضو أنا زي ما قلنا العلاج بالأشعة التداخلية في مرض الغدة الدرقية إحنا مرينا فيه بمراحل. الأول لما استحدث في مصر يعني أو في الوقت، والحمد لله إحنا بفضل ربنا إحنا كان لينا الريادة ويمكن معاك هنا في البرنامج في مصر والوطن العربي على خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا، كان الأول العلاج مجهول. فلما ابتدى يبقى فيه مرضى كتيرة جدا جدا اتعالجوا واستفادوا، ابتدى يبقى فيه كم من المفاهيم والمعلومات المغلوطة. ويمكن هي الحلقة النهاردة كده، أو أبو العريف ابتدى يلاقي إن الغدة الدرقية دي مادة خصبة لما بقى فيه عيانين كتير جدا بيتعالجوا، فابتدى يشتغل. فيمكن ده ميزة الحلقات دي، إن احنا هنكشف هنصحح المعلومات المغلوطة والمفاهيم المنتشرة الغلط دي. طبعا أنا هتقمص شخصية أبو العريف، فلما غير طبيعة صوتي ما تستغربوش، لو حد فتح فجأة ما يفتكرش أنا بتكلم بالطريقة دي عموما. أول المعتقدات، باشا الأشعة التداخلية علاج حلو خالص وجميل وأنا مقتنع بيه، لكن لما الغدة بترتد بعد علاج المرة الأولانية ما ينفعش بقى تتعالج بالأشعة التداخلية، نشوف بقى خلاص نشوف عتبة تانية يعني، ما ينفعش. لا ده أبو العريف يعني في الحتة دي لا ملوش أي حق. زي ما قلنا دكتور أيمن، يمكن قلنا في الحلقات قبل كده إن الأشعة التداخلية بتعالج الارتداد بعد كل الجراحات. ليه؟ لأن إحنا أشعة تداخلية الإجراء الأقل تداخلا، لا بيبقى فيها مشكلة. عادة الجراحة إيه عند زبائننا الجراحين؟ إنه بيفتح جرح في نفس المكان، بيحصل زي تليفات، والصفة التشريحية بتبقى صعبة جدا، والتشريح في المنطقة دي بيبقى صعب. احنا الحقيقة ما بنفتحش اي جروح او اي فتحات، احنا بنخش دايما في الاشعة التداخلية بإبر دقيقة جدا. وهنا في الغدة الدرقية احنا بنخش بإبرة رفيعة تحت الموجات الصوتية منشنين على الغدة الدرقية، فالرقبة اللي اتفتحت قبل كده لا تمثل اي مشكلة بالنسبة لنا. ويمكن احنا مش بالكلام، احنا بنرد على ابو العريف بالصور اهو، حالات اتعالجت حقيقي. لو بصينا على الناحيه ده مريض كان عنده بعد ما عمل عمليه ارتجاع في الغده الدرقيه، الصوره اللي على الشمال دي لو نلاحظ فيه جرح في الرقبه بالعرض كده، ده جرح العمليه القديمه. شوف حضرتك تضخم الرقبه قد ايه، ودي بعد شهر من العلاج بالاشعه التداخليه الجرح موجود. حتى الجرح ابتدى يبقى لما الرقبه كانت الجلد كان مشدود كان باين، هنا رجع الرقبه رجعت لحجمها الطبيعي، عالجناها بالتردد الحراري بالأشعة التداخلية ابتدى رجعت لحجمها الطبيعي. لا طبعا نقدر نعالج المرضى اللي عندهم ارتجاع، أو مش عايز أقول إن يمكن ده بيبقى الحل الأمثل ليهم، لأن الجراحين ما بيحبوش يفتحوا مرة تاني الرقبة اللي اتفتحت قبل كده. أبو العريف يقول باشا الأشعة التداخلية إشعاع برضو هيسيب أثار على الجلد كده، تلاقي غمقان وبتاع، في حاجات هتبان على الجلد إشعاع برضو. احنا هنرد برضو على أبو العريف بالمستندات يعني. دكتور أيمن احنا معانا هنا برضو صورة هتوري، ويمكن الصورة دي كان في مريض عنده ارتجاع للغدة الدرقية بعد الجراحة اهو. الجرح اللي بالعرض ده جرح الجراحة، احنا الحتة لو تبص حضرتك في نقطة حمراء فوق اهي، دي الجزء اللي احنا بعد ما خرجنا بالإبرة داخلين منه، يعني جزء من الملي، وده بعد يومين ما بقاش فيه موجود، ما بقدرش نعرف احنا دخلنا من فين. فلا يوجد اي اثار على الجلد، ولا يوجد اي فتحات جراحية او اثر على الجلد على الاطلاق. حقيقة كلام ده مهم جدا يا دكتور ايمن. ليه؟ لان تضخم الغدة الدرقية ده مرض بنقول عليه مجازا مرض السيدات، فهو بيجي في جزء كبير جدا من المرضى بتوعنا سيدات. تخيل حضرتك مريضة عندها تضخم في الغدة الدرقية، ودي أحد حيثيات العلاج بالأشعة التداخلية، تضخم حميد، الغدة نشاطها كويس، وعامل منظر في مقدمة الرقبة مش لطيف. فهي الست المنظر ده مش لطيف وبيكبر باضطراد مع مرور الوقت. تخيل حضرتك إن هي علشان تتعالج يقولوا لها إحنا هنعالجك هنفتح لك جرح زي ده كده بالعرض عشان نشيل المنظر ده، فلازم تحجم، وده سبب تأخير الجراحات والتردد.
فلا الأشعة التداخلية ما فيش أي آثار على الجلد على الإطلاق. أبو العريف الواثق يقول أشعة التداخلية يا باشا بتقلل الحجم في أول شهر بس، بعد كده يثبت الوضع ويبقى عيني دفعنا فلوسنا في الأوض. لا احنا نطلع بالمستند المستند معانا هنا برضو واثق قوي. اللي هو الفكرة إيه بالعلاج بالأشعة التداخلية يا دكتور أيمن؟ احنا بنخش بنكوي التضخم الحميد بالتردد الحراري، بعد عملية الكي دي الورم حجمه بيتقلص تدريجيا مع الوقت، فاحنا بنقول للمريض احنا هنتابعك بعد شهر، 3 شهور، 6 شهور، بعد شهر نبص على الصورة اللي قدامنا دي اللي على الشمال، بص حضرتك ده ورم كبير جدا، المريض ده الحقيقة كان عنده ورم كبير جدا او تضخم كبير في الغدة الدرقية حميد، كان ضاغط على الشريان السباتي فكان بيعمل له زي فينتنج اتاكس او نوبات خطير جدا، نوبات اغماء، والحقيقه كان التخدير فيه مستحيل او ريجكتد او تخدير ما رضيش يخدره، فما كانش قدامه بالمنظر دون او الحاله دي، ما كانش بيعرف ينام على ظهره كويس غير العلاج بالاشعه التداخليه. ده المنظر ده قبل الكي، ده بعد شهر لو تبص حضرتك شوف الغده قلت قد ايه او التضخم، وده بعد 3 شهور. فاللي عايز اقوله ان الورم او التضخم بيقل بعد شهر، ممكن يقل حوالي 50% من حجمه، بعد 3 شهور ال 50% دي تبقى 70%، بعد 6 شهور تبقى ازيد، وهكذا لحد ما يوصل لاحجام صغيره جدا تكاد تقارب الغده الطبيعيه. احنا ما بنخليش الورم ما بيختفيش، لكن بيتحول من المنظر اللي حضرتك شايفه ده الى منظر لا يرى بالعين المجرده في الرقبه، فهي بيقل بدل ما كان بيزيد باضطراد، هو بعد الكي بيقل باضطراد مع مرور الوقت والمتابعات. اللي جاي ده بقى اعتقاد برضو مشهور جدا، وهو فيه نسبه اقناع انه بعد الاشعه التداخليه اكيد العيان ده لازم ياخد علاج هرموني تعويضي، ده كلام برضو يلخبط. لا ده برضه هو يمكن اساس المقوله دي يا دكتور ايمن ان هو مرتبط في الذهن العقل الجمعي من الناس، ان انا عالجت الغده يبقى شلت الغده. ما هو الغده الدرقيه دي بتفرق على حسب يعني هي هو يعني هو شال الغده فهيجي من فين الهرمون، فلازم دائما العينين اللي بيعملوا جراحات وبيشيلوا الغده بيفقد الهرمون بتاع الطبيعي بتاع الغده اللي ربنا خلق الغده الدرقيه دي اللي هي بتفرز هرمون، انا بقول الثيروكسين ده هرمون الحياه المسؤول عن كل الوظائف الحيويه في الجسم، واللي بتفرز بميزان دايما احنا بنقول زي ما قلنا مرارا في حلقاتنا بميزان الذهب والالماس، ده العمل توتال ثيرويد بالظبط. فلما يعني في احيان كثيره في معظم العينين بتشال، لان هو برضو هي الفكره ايه يا دكتور ايمن، يعني يمكن الجراحين هو النهارده مش هيقدر يفتح الرقبه كل يوم، هو شال نصها في بعض الاحيان في نسبه من العينين، لكن في بعض الاحيان بتلاقي نوديول صغيره الناحيه الثانيه فبيضطر يشيل عشان لو كبرت مش هيقدر يعمل في المره الثانيه يفتح ثاني. فمرتبط في ذهن الناس ان هو طالما اتعالج يبقى شال الغده يبقى هياخد هرمون. لا، الاشعه التداخليه سيلكتيف في كل الاجراءات بتاع الاشعه التداخليه، احنا بنبقى داخلين عارفين هدفنا فين وقاصدين ايه. فهنا لو هنبص على المنظر ده الغدة، احنا بنخش تحت الموجات الصوتية، الخط ده الإبرة اللي احنا إبرة التردد الحراري اهو، ده المنظر داخل على الورم الحميد، داخل على الورم الحميد، بقية الحاجة اللي عاملة زي حرف الإتش او حدوة الحصان دي ده بقية الغدة، فاحنا بنموت التضخم بس، هو ده اللي بيتقلص وبيكش مع الاحتفاظ بنسيج الغدة السليم اللي هو بيفرز الهرمون الطبيعي، واللي في كتير من الأحيان عند المرضى بيبقى إفراز الغدة طبيعي وأنا مش عايز أفقده، فأنا بموت بس التضخم وبسيب بقى الغدة فمحتاجش أي هرمون تعويضي على الإطلاق. هو طبعا الغدة ليها أكثر من سيتويشن، ده أشهر واحد فيهم أو واحد من أشهر اللي هو النوديول الكبيرة الموجودة واحد من أكثر، لكن في مثلا حالات بنلاقي الغدة فيها مالتي نوديولاريتي يعني في كل الغدة، ده في الأحوال دي ده حاجة بتجرنا لحاجة جميلة جدا دكتور أيمن. يمكن ما أعرفش الأسئلة مع حضرتك ولا لأ، إن هو تضخم الغدة ده أنهي عيان هيتعالج بالأشعة التداخلية في تضخم الغدة عشان يبقى كلامنا
علمي ومنطقي. ايه حيثيات علاج مريض تضخم الغده الدرقيه بالاشعه التداخليه؟ نمره واحد يكون تضخم حميد، ملناش دعوه بالتضخمات التضخمات الخبيثه قولا واحدا. دي قصه ثانيه، جراحه وعلاج وعلاج بقى اشعاعي او علاج كيماوي. بالظبط. نمره اثنين، هذا التضخم الحميد مسبب مشاكل للعيان. ايه المشاكل في صوره ايه؟ لما بتكبر الغده او يحصل التضخم ده، الغده دي وراها القصبه الهوائيه، يضغط هذا التضخم على القصبه الهوائيه، وبالذات لما المريض ينام على ظهره بالليل نلاقي ان التضخم ده يضغط على القصبه الهوائيه، فالمريض يقوم بالليل على ضيق نفس او ما بيقدرش ياخد نفسه كويس، وخصوصا لما يستلقي على ظهره، لان الغده وراها القصبه الهوائيه. يعني لو شفنا طريقه تشريحها وتكوينها، هي في مكان حساس وراها القصبه الهوائيه اللي داخل وخارج منها النفس والحنجره، فبالتالي لما تكبر هتضغط عليه. فالمريض مش عارف ياخد نفسه، وهذا الورم مضايقه مع انه حميد. شوف طيب. مكانها فين؟ شوف بنت فوقها الحنجره طبعا هي محيطه بـ بـ باعضاء وحاجات ثمينه جدا وغاليه. بالظبط. واعصاب والشريان السباتي طيب لو دي في الفص الشمال، التضخم ده في الفص الشمال، ورا الفص الشمال في المريء اللي بيعدي فيه الاكل، فلما تكبر وتضغط على المريء هنلاقي المريض دايما بيجي لي دايما بيستعمله اكسبريشن، يقول لك انا بشرق دايما وانا باكل، او عندي صعوبه في البلع. طب لو كبرت، لو كانت سطحيه وكبرت لقدام، بقت بان تضخم من الجلد، وزي ما قلنا ده مرض السيدات، تلاقي الست لطيفه وعندها حاجه كده شكلها مش عاجبها ومش لطيف. دي حيثيات العلاج. فلو كانت الغده زي ما حضرتك بتقول كده مالتي نودولر، طول ما هي مالتي نودولر وهذه النوديولز او هذه التضخمات داخل نطاق الغده ووظائف الغده سليمه والمريضه ما بتشتكيش، احنا ما بنقربش منها، وخدنا عين الاناء حميده، احنا مش قلقانين ان دي ده ورم غير خبيث لا يسبب اي اضطراب في الغده الدرقيه ومحترم حدود الغده الدرقيه. لكن لو هذا الورم كبر وهو حميد احنا مش خايفين منه، فبدل ما اعمل له العمليه الجراحيه الكبرى دي وهو مسبب الاعراض اللي قلنا اللي اتكلمنا عليها دي، النفس، صعوبه في التنفس، صعوبه في البلع، او المنظر اللي مش لطيف ده، فبدل ما نعمل العمليه الجراحيه الكبرى احنا بنعمل الاجراء بالاشعه التداخليه اللي هو بيرجع هذا التضخم يرجع ويحترم حدود الغده الدرقيه. يعود الينا ابو الوريف مره اخرى. اهلا باشا. الاشعه التداخليه حلوه الاورام الصغننه، لكن الحاجات الكبيره، حاجات اللي يعني ما شاء الله ما ينفعش فيها بقى اشعه التداخليه. ده هو المشكله انه ما كانش قاعد معانا واحنا في السؤال اللي فات. لان السؤال اللي فات ده احنا قصفنا جبهه ابو الوريف. لان هي زي ما احنا اتكلمنا ده بالعكس، النوديولز او التضخمات الصغيره التي داخل حدود الغده احنا وحميده وظائف الغده كلها احنا ما بنقربش منها، دي مش عامله اي مشكله، حميده ومش مسببه اي مشاكل للعيان. لكن بالعكس احنا دور الاشعه التداخليه في التضخمات الحميده الكبيره اللي هي عامله مشاكل اللي احنا قلنا عليها دي اللي بنكويها علشان تصغر باضطراد بدل ما كانت بتكبر باضطراد، ونتفادى العمليه الجراحيه الكبيره في هذه المجموعه من التضخمات والاورام الحميده. ابو العريف الواثق من نفسه، الغده الدرقيه يا باشا في الاشعه التداخليه مشكلتها بس الوقت، هندخل لسه بقى بالبتاع واللي شغل جهاز الاشعه وجهاز الاشعه يورينا ونقعد نمشي وبتاع وقت يعني، لكن في الجراحه درب درب درب. لا خلاص، لا مش درب قوي يعني. لا يعني انا مع يعني علشان برضو نرد على ابو الوريف برضو بالدوكيومنتس او بالمستند، احنا معانا يمكن هنا فيديو توضيحي بيبين ايه ازاي بنعمل علاج التضخمات الغده الدرقيه بالاشعه، او ايه ازاي بنعمل كي بالتردد الحراري. الصوره اللي على الشمال تحت دي احنا اول خطوه بنعملها بندي بنج موضعي. الصوره اللي تحت على الشمال دي صوره ازاي بنشتغل، الصورة اللي فوقيها دي صورة الموجات الصوتية، احنا بنبقى شايفين كل حاجة تحت الموجات الصوتية. تحت احنا داخلين بالإبرة اللي هي الخط الأبيض فوق اللي في السونار دي، بندي بنج موضعي حوالين الغدة.
احنا بنعمل الاجراء ده بنج موضعي، وفي بعض الاحيان بندي زي مهدئ خفيف كده علشان بعض المرضى بيضطربوا، بس بندي كونشس سيديشن. لو ادينا يا اما بنج موضعي كونشس سيديشن دي يعني المريض يبقى صاحي معانا ونكلمه، وبنحب نكلم بنحب نكلم المريض صوت. عشان نسمع صوته دايما. لو تلاحظ حضرتك الحته الرمادي دي الدايره حواليها دايره سودة، ده البنج الموضعي اللي بيحيط بالغده، ده بيبقى منه بنج موضعي ومنه حاجه بنسميها دكتور ايمن هايدرودسكشن، يعني الحقنه البنج الموضعي حوالينا دي بتحمي الاعضاء اللي جنبيها من الاعصاب وما الى ذلك من التردد الحراري زياده في الايه في الاطمئنان، ما احنا شايفين الابره رايحه فين وجايه منين. اهو هنا بعد ما دخلنا بالابره بنطلق التردد الحراري، الجهاز اللي كان باين عندنا على اليمين، الجزء اللي بيتكوي بيبيض، لو تلاحظ حضرتك الخط اللي على يمين الشاشه ده بيبيض، بكوي جزء وبعدين بخرج من الابره اخش بالجزء اللي جنبيه لحد ما نغطي الدايره الرمادي دي كلها. الكلام ده احنا هنا الفيديو ده دقيقتين ثلاثه، ده مش متمنتج قوي يعني، الاجراء كله بياخد حوالي يعني 10 دقائق، وده يمكن الناس برضو ما تقدرش تستوعب معقوله الاجراء الكبير جدا ده، وده منظر تخش بابره، الاجراء الكبير جدا والعمليه الجراحيه اللي كل الناس خافت منها واللي خلت سيره الغناء العربي تحجم عن اخذ القرار عشان العمليه دي بتعمل بالبساطه دي. يعني الحقيقه وهي دي الاشعه التداخليه، وهي يمكن ده الاستيعاب مش قادر، زي ما يمكن قلنا قبل كده في حلقه قبل كده سابقه، ان لو قلت لك من 20 سنه او من 50 سنه ان انت ممكن تتكلم في التليفون وانت ماشي في الشارع او ممكن تبعت صوره انت ما كنتش هتصدقني، لكن هي دي الاشعه التداخليه. والحق كمان الجراحات نفسها تقدمت، الاشعه التداخليه طبعا والجراحات بشكل مختلف تماما الميكروسكوب. بص يا دكتور ايمن، عشان برضه زملائنا الجراحين ما يزعلوش يفتكروا ان احنا بنتكلم، لا احنا بص حضرتك احنا بنتكلم في الاثنين تقدموا، بس الاشعه التداخليه عملت لنا بلا جدال. احنا الطب دلوقتي ماشي في العصور الاخيره ناحيه العلاج المينيمال انفيزيف الاقل تدخلا، الجراحات الكبيره ابتدى يخش معاها المناظير والجراحات الميكروسكوبيه ودخل معاهم الاشعه التداخليه. فاذا احنا الاشعه التداخليه بتضيف اوبشن او بتضيف حل بديل سلمي لعلاج مجموعه المرضى من الاشعه المصابين بتضخم الغده الدرقيه، اللي بعض منهم اكيد مفيش حاجه هتلغي حاجه دكتور ايمن، بعض يروح، بس ما بقى فيه اوبشن الاشعه التداخليه موجود وموجود بقوه لشريحه كبيره من المرضى. الحته اللي جايه دي بقى بيني وبين يعني دي مش عارف ارد انا عليها خالص، ده ابو العريف وهو يتجلى بقى اللي هو ايه بيقول الحاجه اللي ملهاش رد. باشا انا معاكم في كل اللي انتوا قلتوه، خلاص انا ماشي وباصم بالعشره، بس الاشعه التداخليه برضو قرش زايد، لا تكلفه الاجهزه دي مش ببلاش. انا هقول لحضرتك احنا المريض اللي بيعمل جراحه، لا ما بال السؤال الوحيد اللي انت ما هاجمتش فيه، لا 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 انا هقول لا مش هاجمه، احنا نرد دايما بالمنطق وباللي بيحصل. احنا النهارده الاجراء في الاشعه التداخليه المريض بيدخل بيجي الصبح او المريضه بيعمل الكي بالتردد الحراري بيروح بعديها في ساعه او اتنين، يبقى هو ما خدش لا اقامه في المستشفى ولا مستهلكات ولا كل ده، بيحسب من ضمن تكلفه الجراحات لما نيجي نقارن. احنا مش كده وهيرجع احنا مش مجال المنافسات، لكن احنا هنا بنحسب، وده دايما الكوست بيتحسب كده زي ما حضرتك بتقول، حتى في اوروبا وامريكا بتحسب المريض قاعد في المستشفى قد ايه، استهلك ادويه قد ايه، خد اجازه قد ايه اللي هي كلفته قد ايه، فهي بتتحسب كده. لو قارنا الاثنين دول مع بعض لا الاشعه التداخليه مش هتبقى غاليه. ابو العريف يقول لصاحبه يا باشا تعايش غده درقيه دي، تتعايش مع تربط رقبتك بفوطه سخنه كده كل يوم قبل ما تنام، هتصحى تلاقي نفسك رايق ومشي نفسك كده، ده هي ايام وعايشينها على وجه الكره الارضيه. لا ده ابو العريف كده بيعمل جريمه ممكن نبلغ عنها ده كتير. لا دي منظر حقيقه مؤسف يا دكتور ايمن، ويمكن انا معايا فيديو هنا يعني هيبان المنظر ده. انا بيجي لي مناظر رهيبه، انا بشوف ده خلاص انا طب احنا مش ده حتى احنا في الاشياء لا الجراحين طبعا بيحجموا واحنا مش هنعمل له ايه. بص حضرتك المنظر ده انيميشن،
لو شفتوه على الحقيقه ده ما نقدرش مخيف. من بص حاجة احنا بنسيب بنراقب الغده الدرقيه وهي بتكبر قدامنا بتكبر باضطراد لحد ما يوصل للمنظر ده اللي هو ساعتها ما حدش هيقدر يعمل له حاجه. لا نفس يمكن ولا صوت. يمكن زمان برضو سمعه او الخوف الناس من العمليه كان بيخليهم يحجموا لحد ما نوصل لهذا المنظر. لا تتعايش مع حاجه ممكن يبقى ليها حل بسيط. التضخم ده بدل ما هو بيكبر باضطراد لو هو مناسب للاشعه التداخليه ومستوفي الحيثيات اللي احنا قلناها هيتعالج بالاشعه التداخليه، يصغر باضطراد بدل ما يكبر باضطراد. ولا تتعايش مع حاجه ممكن توصل انها تخنقك في يوم من الايام وكلنا نشيل ايدينا. ابو العريف القادم عندما يكون خطرا على المراره خاصه بدكاتره مصر اللي جاي. ايوه اشعه التداخليه ما تنفعش يا باشا لناس كبار، لا كبار ولا مرضى القلب والامراض المزمنه، مش بتوع الاشعه التداخليه. لا ده دول الفانز بتوع الاشعه التداخليه. ما هو ده اللي بقول لك كده خطر على المراره كده. كل الاشعه كل الاشعه التداخليه الاشعه التداخليه اتعملت عشان المجموعه دي يا دكتور اي المجموعه اللي هي ما تقدرش تعمل جراحه، يا اما نتيجه الفتحات الجراحية المتعذرة نتيجة أدوية السيولة نتيجة السن الكبير، عضلة القلب، مشكلة في التخدير، كل الكاتيجوري ده أو كل المجموعة دي اللي هي ما تقدرش تعمل عمليات جراحية ببنج كلي، دول هم اللي أوتوماتيك على طول الحل البديل ليهم الأشعة التداخلية. لا أي حد من دول ده مناسب ليك. ويمكن هم معنا صورة دي سيدة فاضلة كان عندها حوالي 78 سنة أو 80 حاجة في السن. بص حضرتك المنظر قبل على الشمال قبل الكي، وبص على اليمين. ده الكلام ده بعد شهر. لا طبعا كبار السن دول اللي يقدروا يعملوا أشعة تداخلية بمنتهى الأريحية. احنا عندنا بنج موضعي وما بيديش تخدير وأدوية السيولة، يعني احنا بس بنخش ما بنفتحش الجلد، يعني بتبقى الأمور ميسرة جدا جدا. السؤال الأخير عندما يحب أن يترك بصمته، ابو العريف ساعات يحب فيها ابو العريفين كده لو قبل ما يروح لازم يحط حاجه، يقول لك ايه الاشعه التداخليه بس هي مشكلتها بس ان انت لازم تاخد شويه مسكنات قلم عشان بعد العمليه دي هتبقى متضايق شويه تعبان شويه، ففي مسكنات قلم بعد العمليه ما تنساش بس هتضر معدتك بيهم. لا احنا ما عندناش، لا ما عندناش دي بصمه مزوره بدرجه 100%. احنا ما عندناش، احنا زي ما شفنا الحته اللي احنا داخلين منها دي بتبقى يعني شاكه صغيره جدا جدا، يعني الألم مفيش حاجة تذكر الحقيقة. المريضة والمريضة بيروحوا بعدها بساعة مفيش أي مسكنات إلى هذه الدرجة. الكلام ده غلط 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 بدرجة 100%. أنت نورتني وأبدعت كعادتك، لكن يظل أنا وإحنا بنتكلم في أبو العريف والمعتقدات الخاطئة بنوريكم أدوات أبو العريف. أبو العريف هو كل مكان أدواته أول أداة بيستخدمها الثقة. لازم ابو العريف يكون بيتكلم وهو واثق وهو جاهل. هو يمكن برضو الفتره الاخيره دي يعني ابو العريف بيلاقي ماده خصبه لما يبقى فيه زخم يا دكتور ايمن. العلاج تضخم الغده الدرقيه بالاشعه التداخليه عمل موجه من الزخم والجدال نتيجه التقنيه الاحدث اللي ظهرت دي، فده ادى مجال كبير جدا لابو العريف وامثاله ان هم يعني زي ما شفنا تطلع المقولات دي، وده دورنا ان احنا نرجع كل المقولات دي وكل الكلام ده للتراك الصحيح. السلاح الثاني لابو العريف هو سلاح التخويف، خوفك. السلاح الثالث وده اقوى اسلحه ابو العريف عندما يكون نصف فاهم، وده لو هو من جوه المجتمع يعني زميل بس في تخصص اخر. صحيح. ويهمه انه يعني يدي كتف، انا بتكلم بقى بمنتهى الصراحه، عشان خايف هو في دماغه ان هذا البرانش سيؤثر على الانكم بتاعه، وهذا خطر شديد. الحقيقه الكلام ده المفروض ما يبقاش وارد، احنا كلنا بنتكاتف اسره طبيه ونتعاون عشان مصلحه المريض. الحقيقه طب انا ممكن يجي لي حد اقول له احنا بنحط كل الحلول ونطرح كل الحلول قدام المريض اللي هو من مصلحتنا ومن مصلحته ان تبقى هذه الحلول متعدده وكثيره، وكل كل حل من هذه الحلول هيناسب مجموعة من المرضى. ودلوقتي الحقيقة دكتور أيمن محدش بقى يقدر يكتم المعلومة عن المريض، حتى لأن الوقت بقت سهلة جدا، احنا النت والدنيا كلها بقت مفتوحة على بعضيها، فلازم كله يطرح قدام المريض القديم منه والحديث
والمريض ليه مطلق الحرية. أرجوكم المجتمع الطبي كله من ضمن الحاجات والأهداف القادمة بالنسبة لنا إن احنا نخلي فيه تآلف عشان مصلحة المريض في النهاية، ما يكونش مثلاً أن دكتور التغذية يتهم جراحات السمنة اتهامات، أو أن جراحات السمنة تقلل من قيمة دور دكتور التغذية لصالح جراحة السمنة فقط، وأنه دكتور الجلدية يتعدى على جراح التجميل، وأن جراح التجميل يقول لا ده دكتور الجلدية بيعمل حاجات ما مش مناسب أنه يعملها، ده أنا اللي بعملها، والخناقة اللي دايرة بين التخصصات وبعضها أرض لا يليق هذا، لازم نضع خط فاصل. الثقافة الطبية هي اللي هتقع على الخط. حقيقة أنا لا خوف من الجيل بتاعنا ولا الجيل اللي قبلينا ولا الجيل الأساتذة والرواد اللي حضرتك أكيد واحد منهم، لكن الخوف على الأجيال القادمة في الطب اللي هم الثلاثينات دلوقتي اللي لسه شباب، وده دورنا إن احنا نحط حجر الأساس للكلام ده حقيقة. نورتنا وشرفتنا، شاكرين جدا أستاذنا القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور أسامة حتة، رائد وأستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، وعضو جمعيات الأوروبية والأمريكية والجمعية العربية للأشعة التداخلية، كان ضيفي في واحدة من إبداعاته في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة. حضرتك عندك سكر، عندك ضغط، عندك كوليسترول عالي، فأنا بدي لك دواء وبدي لك مثلا أسبرين، بدي لك حاجة، بدي لك ده ليه؟ وقاية علشان الأمراض المصاحبة بعضها اللي عندك دي ما تعملكش مشكلة في الشريك. هذا شاب 37 سنة، تكوين رياضي مذهل طبعا، لكن في الآخر المنشطات كانت تلعب دور في منتهى الخطورة وراء ما يسمى بالسادن ديث. لازم يكون في ذهنك المريض وانت رايح للدكتور انك انت الشافي هو الله، نحن كأطباء لا نؤجل الموت ولا نطيل الحياة، وإنما رسالتنا هي